السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو إن شاء الله غنتقاسم معكم تلخيص شامل ومتكامل لأحد المفاهيم المتعلقة بالمنظومة التربوية ألا وهي بيداغوجيا المشروع أو ما يسمى باللغة الفرنسية لا بيداغوجي دو بروجي لا بيداغوجي دو بروجي بيداغوجيا المشروع هاد شكون يعني اللي تطرق يعني أول الرواد اللي تطرقوا لهذا المشروع دي... لهذا المصطلح ديال بيضاوي المشروع هو جون ديوي اول حاجه غادي نعرفوا شنو كان يعني شنو كان عليه يعني بكلمه مشروع مشروع في الحياه مشروع هو هدف نريد تحقيقه هي هو داك الهدف اللي بغينا نحققوه بيضاوي المشروع يعني مش ملي كنستعمل بيضاوي المشروع يعني كيستعمل يعني من المنطقه كيستعملها الاستاذ داخل الفصل بحال لو بروجي دو كلاس باغ اكزومبل مشروع القسم من اللي كيدير الاستاذ مثلا النص القرائي الدرس اللغوي لونغ او برودكسيون كريت او بيان لاكتيفيتي دو ليكري اي دو لورال كيدير بروجي دو كلاس علاش كيدير داك البروجي باش باش يعطيو يعني من خلال داك البروجي التلميذ كيحاول ما امكان يعني يستعان بدا بكاع داكشي اللي قرا فدوك لي دومين دابرونتيساج اللي هما ليكتيغ لونغ لوغال اي ليكري باش يوظفو في داك البروجي دو كلاس داكوغ بداغوجيا المشروع هي من بين اهم الطرق التربويه الحديثه تتبنى المشروع كاستراتيجيه للتعليم والتعلم متمركزه حول المتعلم يعني المتعلم هو يعني كيدا هذا المشروع وهذا المشروع عباره عن نشاط يهدف الى تنميه كفايه ومهارات المتعلمين ينقسم الى نوعين مشروع فردي مثلا تلخيص كتاب شي حاجه يعني كيديرها المتعلم بصفه فرديه او مشروع جماعي تمثيل مسرحيه يعني مثلا بحال السنه الثانيه اعدادي يعني مثلا في اللغه الفرنسيه عندهم في لو بروجي دو كلاس ان بيس تياتخال لو بروجي تياتخال يعني التلميذ خصو يدير صياغه لي بيس تياتخال اولا مسرحيه ان بيس تياتخال يعني يقدم مسرحيه من بعد في اخر المطاف غادي يقدموها في القسم خطوات بناء مشروع بيداغوجي مشروع القسم <تضحك> يعني لو بروجي دو كلاس اول حاجه كيديروها قبل ما يدير ما يديروا ما يقدر ما, يقدر ما يطلب الاستاذ من التلميذ ديالو يقدم هذا البروجي اولا خصهم يديروا واحد التخطيط مسبق للمشروع يعني تحديد اهداف المشروع شنو هما الاهداف التي آه ينبغي تحقيقها في المشروع والكفايات والمده الزمنيه يعني يقدوا يديروا واحد العقد يعني واحد التخطيط مسبق باش يقدرو يعني دوك يعني المسائل اعداد يعني المشروع لا بريباراسيون دي بروجي من خلال توزيع المهام لتحقيق الاهداف المنشوده يعني توزيع المهام على المتعلمين تنفيذ المشروع تشرع مجموعات مجموعات العمل في تنفيذ المشروع تحت اشراف الاستاذ يعني كيديروا كيديروا داك لو بروجي في الاخر ملي كيديروا البروجي كيديروا الاستاذ التقويم تقويم المشروع بجرد الخلاصات والاستنتاجات وتتمين المكتسبات وتصحيح التعارض تعثرات اللي عند التلاميذ المهم هذا هو تلخيص ديال بيداغوجيا المشروع باختصار يعني بروجي دو كلاس كيكون كيكون في الثامنه بي... في السبعه و التسعة يعني في الاعدادي بزاف داكوغ يعني في لي ليفر سكول بحال باركور الى اخره كيكون فيهم لو بروجي دو كلاس هاد لو بروجي دو كلاس كيخدموه التلاميذ سوا انديفيديولمون او لا اون غروب بيان كوليكتيفمون ومن خلال هاد لو بروجي دو كلاس كيحاولوا ما امكان يديروا الاستدعاء استدعاء مجموعه من دوك المعارف اللي يقراو في لونغ ليكتور لا برودكسيون دو لورال لا برودكسيون دو ليكري من بعد ملي كيجمعوا داكشي كامل كي كيحاولوا ما امكان يديروا ليه لا موبيليزاسيون في المشروع وهنا التلميذ كيحاول ما يخدمش الولاد ديالو والمهارات ديالو باش يحقق يعني هذا الانجاز كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته